هنتكلم على الفيكتور. الفيكتور ده اول داتا ستراكشر امبلمنتد في الاس تي ال. هما بيسموه في الاس تي ال كونتينر، بيسموا الفيكتورز وما شبهه بالكونتينرز يعني. فبيقول لك الاس تي ال كونتينر، فمن الكونتينرز دي الفيكتور بنعمل له هاش انكلود عادي. الفيكتور ده عباره عن ايه؟ الفيكتور ده عباره عن الري ذكي. ليه بقينا محتاجين الفيكتور؟ لان الري الطبيعي ما كانش ذكي قوي. الذكاء بيجي من كذا حاجه. الذكاء بيجي من ان هو بيهندل شويه تفاصيل كنا احنا بنضطر نهندلها بنفسنا في الاري. زي مثلا لما الاري حجم، لما الاري سايز بتاعه يخلص يعني على سبيل المثال مثلا هنا انتجر ار اوف 10 المفروض ان هنا انا مش انا باكسس مكان بره الاري. لو انا عايز ازود حجم الاري ده مش هعرف الا بقى بايه، بان انا اعمل بوينتر واقول له نيو انتجر اوف مثلا 20، وبعد شويه اقول له بي تي ار ايكوال نيو انتجر اوف 100. فانا كده كاني في الاول حجزت 20، بعد شويه حجزت 100. وطبعا ما بيحصلش بالطريقه دي، لازم اعمل بوينتر تاني والوكيت بي بعد كده انقل الاري اللي فات ده في الاري ده. فده كلام المفروض تبقوا عارفينه، بس انا عارف ان في ناس مش عارفاه، فممكن نفكس للنقطه دي. المهم بس ان الاري القديم كان فيه عيب، ان هو ايه، ان هو انا لو عرفته بسايز معين ما ينفعش اغير السايز ده ات ران تايم. خلاص انا كده الاري ده بقى بنفس الحجم ده، فالاري ده خلاص 10 مش عارف اعمل حاجه تانية. الاري اللي هو ار ار ده لو انا احتجت اكتر من 10 هيبقى عندي مشكله، وعلاجها ان انا اعمل اري جديد حجمه اكبر من 10، وبعد ما اعمل الاري ده انقل فيه الاليمنتس القديمه وموال كده. فالفيكتور يعني وظيفته ان هو يحل لنا الموال ده، ان هو اعرف ازود السايز بتاعه زي ما انا عايز، اعرف انسرت في نصه، ديليت من نصه، ادور فيه. يعني في شويه فانكشنز كده حوالين الفيكتور هنشوفها دلوقتي بتساعدني كتير جدا في الشغل بتاعي. يعني بتخليني استغنى عن تفاصيل مش لازم اخش فيها لانها امبلمنتد في الاس تي ال، واركز بقى فانا هعمل ايه بالفانكشنز المتاحه دي. فابدا اركز في الابلكيشن بتاعي انا عايز اعمل فيه ايه. فهنشوف في الفيديو ده شويه ايه فانكشنز بتفيد في الفيكتور، ومهم نبقى عارفينها يعني، وهنفهم برضو الاستراكشر بتاع الفيكتور شكله عامل ازاي. فهنا انا كده عملت بالبتاع الفيكتور ده، المفروض ان هو تمبلت. فالفيكتور بكتب اسم الفيكتور ده اللي هو اسم الكلاس اللي انا عايز اعمله، اللي هو عباره عن array، ولازم اقول له عشان ده تمبلت لازم اقول له النوع بتاع الفيكتور ده ايه. بعد كده بدي له اسم الفاريبل اللي هو هيبقى اسمه فيكتور، كاني بعرف انتجر عادي. انا كنت بعرف انتجر اكس، ده كنت بعرفه كده زمان، فده الداتا تايب وده الفاريبل نفسه، فده الداتا تايب وده الفاريبل. بس عشان ده تمبلت مش عارف الداتا تايب اللي جوه الفيكتور الاري، فبعت له الفاريبل اهو. طيب دي فور لوب عادي، انتجر اي ايكوال 0، اي اقل من 100، اي بلس بلس. فاول فانكشن هنعرفها في الفيكتور هي بوش باك دي. المفروض ان بعد السطر ده ال V1 ده فيكتور خلاص اتعرف، بس ال V1 ده حجمه قد ايه؟ صفر. محجوز له قد ايه في الميموري؟ مش محجوز له اي داتا. يعني لو جينا نبص كده نعمل ديبوجنج عشان نبص على الانترنالز اللي موجوده في الراجل الطيب ده، لو جينا نقف على ال V1 هيقول لك السايز بتاعه زيرو والكباستي زيرو، وحتى الالوكيتر هو المفروض ان هو من جوه بيبقى عباره عن 3 بوينترز، يعني الفيرست بتاعه زيرو، اللاست بتاعه زيرو، والاند بتاعه زيرو. فهو يعني هو بس حاجز مكان ل 3 بوينترز، بس مش حاجز بيهم، مش عامل الوكيشن لاي حاجه. بدون الدخول في تفاصيل، المفروض الاس تي ال يعني بيمنع بيدينا شويه فانكشنز وبيدينا شويه مزايا من غير ما نبقى مضطرين نفهم ايه اللي حصل جوه قوي يعني. يعني مش مضطر تبقى عارف ان في 3 بوينترز، انا دي بس قلتها لكم كمعلومه يعني، ان الفرق بين البوينترز ده بيوضح انت عامل الوكيشن ولا لا. فلو هم كلهم صفار يبقى كده مفيش الوكيشن حاصل. اللوكيشن ده بمعنى ان انا حاجز مكان في الميموري اللي هو الاري نفسه. فانا كده لسه ما حجزتش الاري، انا قلت له اعمل لي فيكتور، فهو الفيكتور ده ما فيهوش اري. فاول فانكشن عندنا اسمها بوش باك. بوش باك دي بتعمل ايه؟ بتحط الاليمنت اللي هو اللي اسمه اي ده في الفيكتور. فين في الفيكتور؟ في اخره. فلو اصلا الفيكتور فاضي اخره ده هيكون فين؟ مش موجود، فاخره ده هيكون اوله. فيبقى ده اول اليمنت اتحط في اول ما اعمل اول بوش باك
والفيكتور اصلا فاضي، تخيل انت مكان فاضي بتحط فيه حاجه، فهيبقى الحاجه دي اول حاجه تحط في المكان الفاضي ده، فتبقى هي اول element موجود في الفيكتور. فلما بيجي يعمل بوش باك وهو اصلا الفيكتور مش السايز بتاعه صفر والكباسيتي بتاعته صفر، بيعمل ايه؟ بيعمل ري الوكيشن. هو مع نفسه في الميموري بيبدا يحجز مكان يحط فيه الاليمنت الجديد ده. طب هو عمل كده ازاي؟ معرفش. طب هل كل مره بعمل بوش باك بيعمل كده؟ لا مش شرط. تمام. فهنا مثلا هنشوف المفهوم ده حصل ازاي دلوقتي. v1 بوش باك اي، فهو بيجي له زيرو يعمل له بوش باك فيحط يحجز مكان للزيرو، يقوم جاي حاطط الزيرو مكانه. طب عملت انكريمنت الاي وبقت بواحد، اعمل بوش باك تاني للواحد. فلو كان السايز بتاع ال STL فيكتور واحد بس، فيبقى كده هو محتاج يحجز مكان جديد في الميموري، يبقى مكانه في 2 سلوتس عشان يحط فيها الواحد اللي جاي جديد ده. وبالتالي البوش باك دي ساعات بتري الوكيت الفيكتور، ساعات بتحجز مكان جديد، وساعات بتلاقي مكان لنفسها. هنقول دلوقتي امتى الكيس دي بتحصل وتحط فيها الاليمنت على طول. فالفيكتور في معلومتين مهمين، اول معلومه هي السايز، تاني معلومه هي الكباستي. الكباستي دي هي قد ايه الفيكتور ده حاجز في الميموري مكان لنفسه. فمثلا لو الكباستي بتاعت الفيكتور 10 وهو لسه ما فيهوش اليمنتس، فيبقى السايز 0 والكباستي 10. لما اجي اعمل بوش باك للزيرو هيحطه في اول مكان في ال 10 دولت، لان هو بالنسبه له ال 10 اماكن دول هو مش مستغلهم اصلا، فهو هيحط الاليمنت اللي اتعمل له بوش باك ده في اول مكان، بعد كده الاليمنت اللي بعده يحط في تاني مكان، بعد كده تالت مكان، وبعد كده رابع مكان، لغايه لما اوصل ل 10. فلما اوصل ل 10 بقى السايز 10 والكباستي 10. لما اجي اعمل بوش باك تاني هو دايما بيركز على الكباستي، الفرق بين السايز والكباستي. لو في فرق بين السايز والكباستي يبقى هو عنده مساحه يحط فيها الاليمنت ده، لو مفيش فرق بين السايز والكباستي بيضطر يري الوكيت تاني. انا بقول التفاصيل دي ليه؟ لان مهم تبقى انت عارف المعلومه دي عشان تبقى عارف ان عمليه البوش باك دي ساعات بتبقى بطيئه، وهنشوف دلوقتي ده بيحصل ازاي. ان انا البوش باك ده احنا قلنا دلوقتي بتفصيلين، ان هو ساعات بيبقى جواه ري الوكيشن. يعني ايه ري الوكيشن؟ يعني انا بيبقى مثلا حاجز فيكتور موجود في ميموري في اربع اماكن، فانا هعمل ري الوكيشن فمحتاج اكبر الحجم ده، فبحجز مكان جديد في ميموري اكبر من اربع اماكن شويه، 5 10 20. بس المكان الجديد ده ما فيهوش الاليمنتس القديمه اللي هم الاربعه، فبضطر اعمل ايه؟ بضطر لوب على الاربعه انقلهم في المكان الجديد، وبعد ما انقلهم في المكان الجديد امسح المكان القديم، وبعد ما امسح المكان القديم ابوش باك الاليمنت اللي كنت عايز اعمله البوشنج في بعد الاربعه دول. كلام كتير من غير في الهوا كده. تعالوا نبص على الاوتبوت بتاع الكود ده. المفروض ان هنا ماشي من 0 ل 100، وكل مره بعمل بوش باك للاي، وكل مره بطبع السايز والكباستي. هنشوف دلوقتي ملحوظه جميله او ممكن تكون مش جميله، يعني الله اعلم حسب قد انت بتحب اللي انا بقوله ده. فهنا اول مره طبع واحد واحد، فمعناه ان هو لما عمل بوش باك للزيرو اول مره خالص حجز مكان واحد في الميموري زياده عشان يحط فيه الزيرو، وحط فيه الزيرو، فبقى السايز بتاعه 1 والكباستي 1، وكذلك لما جه يحط الواحد، وكذلك لما جه يحط الاثنين، وكذلك لما جه يحط ثلاثة، لما جه يحط الاربعه اللي هي اي لما بقت بخمسه، بقت اربعه قصدي خامس حاجه يحطها. فلما جه يحجز حجز مكانين زياده مش مكان واحد، وحط الاربعه في المكان ده. بعد كده لما جه يحط خمسه لقى مكان فاضي فحطها. ففي الاول خمسه ستيبس هنا هو عمل ري الوكيشن في كل ستيب منهم. لما كان هنا كان زيرو فحجز واحد وحط فيه الزيرو، بعد كده حجز واحد حط فيه الاثنين الواحد، بعد كده حجز واحد حط فيه الاثنين، بعد كده الثلاثه، بعد كده الاربعه. وهو بيحجز الاربعه حجز مكانين مش مكان واحد، فكانه في الري الوكيشن ده حجز للخمسه اللي داخله بعد شويه. احنا هنا بادئين من الزيرو وهنا بادئين من الواحد، فهنا الخمسه بتمثل الاربعه هناك. فبعد الستة والستة دي لما كان الكباسيتي بتاعته ستة والسايز بتاعه ستة، حط element جديد فحجز له تلات elements وحط element، بعد كده حط element اللي بعده، جاي حط element اللي بعده، بعد كده لقى ان هو بقى full، لما جاي يعمل push back تاني قام جاي حاجز اربعة elements وهكذا. اتمنى يكون الكلام واضح. المثال ده صعب، انا بدأت بيه، ممكن يكون اصعب حاجة ببدأ بيها، كان ممكن اجله شوية.
بس يعني هي معلومة مهمة، ان في حاجة اسمها سايز وفي حاجة اسمها كاباسيتي، تمام؟ وان البوش باك مش على طول يعني، دايما او في الاغلب بتري الوكيت الفيكتور، وبالتالي لو انا عندي فيكتور مساحته مليون مثلا وجيت عملت له بوش باك وهو كان فول، هضطر الوكيت مكان جديد يشيل المليون اليمنت القدام ويشيل الاليمنتس الجديده اللي انا عايز اعملها بوش، واقوم جاي اعمل كوبي للمليون اليمنت القدام في المليون اليمنت الجداد، وبالتالي عمليه البوش باك دي تاخد وقت. طيب ايه اللي الفيكتور ممكن يسبورت تاني حاجه زي كده؟ هنا دايما لما يبقى عندنا اي حاجه بنعرفها وفي سطر التعريف بنفتح قوسين كده، يبقى ده يبقى احنا كاتبينها كونستراكتور زي اللي كان موجود في سوفت وير انجينيرنج. ف فيكتور اوف انت v2 اوف 5، انا كده بقول له اعمل لي فيكتور اوف انتجرز، عرفت الانتجرز من هنا، وخلي جواه خمسه اليمنتس، وما دام ما قلتلوش حاجه غير الخمسه اليمنتس بينيشالايز كله لزيرو، تمام؟ ده فيكتور تاني عملته اسمه v3، خمسة elements كل واحد فيهم 10، وبالتالي أنا كده عملت خمسة elements كلهم عشرات. طيب دي طريقة بعمل بيها vector of vectors، أنا كده بقول له اعمل لي vector، الفيكتور ده عبارة عن vector of إيه؟ of vector of int، وكده كده يبقى أنا عملت vector of vectors، يبقى أنا كده كأني عامل 2D array اللي هو v4 ده. فاحنا متعودين ان اول حاجه في الكونستراكتور هي عدد الاليمنتس، فانا بقول له اعمل لي فيكتور اوف فيكتورز، يبقى كده لما كنت قلت له اعمل لي فيكتور اوف انت وبعت له 5، يبقى انا كده بقول له اعمل لي 5 انتجرز. فلما اقول له فيكتور اوف فيكتور اوف انت واقول له 5 هنا، يبقى انا كده بقول له اعمل لي 5 فيكتور اوف انت. ده كان المفروض الكونتنت اللي هحطه في كل واحد من الخمسه دول. فنفس الكلام هنا بقول له اعمل لي 5 فيكتور اوف انت، كل واحد فيهم خليه بيساوي فيكتور اوف انت 10 elements وخمسة. صعب تخيلها دي شوية بس نعيدها تاني، يعني ممكن ترجعوا كام ثانية وتفكروا فيها تاني بالروح. فده المفروض الطيب بتاع اللي هو الانترنال بتاع الفيكتور اللي هو كان فيكتور اصلا، فيكتور اوف ايه اوف انتجر، فيبقى ده فيكتور اوف فيكتور اوف انتجر. الكونستراكتور بتاعه اول element بيقول لك عدد الاليمنت، عدد الاليمنت انت عايز تعملها من التمبلت من الداتا تايب ده، وتاني بارامتر في الكونستراكتور بقول له انا عايز كل اليمنت منهم يكون عباره عن ايه. فهنا كان انتجر قلت له عايزهم عباره عن 10، هنا هقول له فيكتور اوف انت اوف 10 و5. بعد السطر ده المفروض ان v4 هي عباره عن 5 فيكتورز بالطول، يعني فيكتور عباره عن 5 فيكتورز وكل فيكتور فيهم عباره عن 10 اليمنتس، كل اليمنت فيه عباره عن 5، فانا كده عامل 5 في 10 ماتريكس كلها خمسات. في تو فانكشنز ليهم علاقه بالسايز والكاباسيتي. في فانكشن اسمها ريزيرف، بقول له v4 اوف 1، بقول له ريزيرف 20. ريزيرف 20 دي بتعمل ايه؟ بقول له انا عايز بغض النظر الحجم بتاع السايز بتاع ال v4 دلوقتي ايه، او الكباسيتي بتاعته عامله ازاي، v4 اوف 1 اللي هو اول فيكتور في تاني فيكتور قصدي في الفيكتورز دي، قلت له ريزيرف 20. يعني ايه ريزيرف 20؟ بقول له خلي حجمه 20، حجمه ده اللي هو الكباسيتي مش السايز. احنا فرقنا بين الكباسيتي والسايز، الكباسيتي ده اكبر حاجه ممكن احطها حاليا في الفيكتور، اقدر اندكس لغايه امتى، لان هو ده يعتبر اري برضو ممكن اعمل له اندكسنج بالطريقه دي. وفي نفس الوقت في حاجه اسمها السايز اللي هي انا حاجز من الكاباسيتي قد ايه، انا لغايه دلوقتي استخدمت كام اليمنت من اللي محجوز دي اصلا. فهنا بقول له خلي لي محجوز ل 10 20، بس اصلا المفروض ان v4 اوف 1 اللي هو احد الفيكتورز دولت هو عبارة عن 10 elements كل واحد فيهم 5، فلما أقول له خلي v4 of 1 اللي هو تاني فيكتور منهم خليه reserved ليه 20، يبقى أنا كده بقول له بدل ما كان 10 خليه 20. وهنا نلاحظ نقطة مهمة جدا، إن أنا كده عرفت 2D array من الفيكتورز، بس مختلف اختلاف مهم جدا عن 2D array العادي، إن هنا الصفوف مش لازم يكونوا نفس اللينس، وبالتالي ال 2D matrix مش لازم تكون مستطيلة، عادي ممكن يبقى فيه سطر من الرو من الروز صغير شويه، ممكن يبقى فيه رو من الروز حاجز اكتر شويه وهكذا. في بقى فانكشن ثانيه اسمها ريسايز. الريسايز دي بتقول له ايه؟ بتقول له خلي لي حجم الاري ده السايز والكباستي 20، وبالتالي هو لو كان 10 اليمنتس الريسايز دي بتخليه يحجز 10 اليمنتس زياده ويصفرهم. فاللي فوق ده بيتشنج الكباستي بس، وده بيتشنج الكباستي والسايز. ممكن يبقى عندك فيكتور وعايز تنشلايز بيه فيكتور تاني، يعني في فيكتور معين عايز تخلي فيكتور او عايز تعمل نسخه من فيكتور مثلا، ففيكتور اوف انت v5 ايكوال v2، كده انا عملت نسخه من v5، وبالتالي v5 ده حاجه و v2 حاجه.
الاتنين مش حاجة واحدة. لو غيرت في V2 V5 مش هيتأثر، لو غيرت في V5 V2 مش هيتأثر. vector of int V6، احنا هنا بنexplore functions الفيكتور، ما بنعملش حاجة خزعبلية، احنا بس عايزين نبقى عارفين ان في functions ما كذا، في functions ما size، في functions ما pushback، في functions ما capacity وهكذا. هنشوف functions ثانية قدام، بس مش يعني مش هينفع نشرحها دلوقتي عشان محتاجين concept معين نشرحه اللي هو الاتريتورز قبل ما نتكلم فيها. فهنعمل pushback لل 60 في V1 اللي هي اصلا كان فيها 100 element، فده هي insert 60 at the end of the vector and expanding its size if needed. دي مهمة قوي دي، لان ساعات بيبقى السايز قد الكباستي، فلما بعمل بوش باك بيقوم جاي اعمل expansion، وده بياخد وقت. دي معلومة مهمة جدا في vector، دي اهم معلومة في vector، ان البوش باك بياخد وقت. هنا لما نيجي نعمل السايز والكباستي، لو حد يقدر يتوقع من الكلام ده، V4 ده هو V4، عملنا عليه 2 operations دول، بعد كده طبعا V4 of 0 of size dot size، وفي 4 of 0 dot capacity، وفي 4 of 1 dot size، وفي 4 of 1 dot capacity. المفروض ان 1 احنا عملنا reserve فما غيرناش في السايز، بس غيرنا في الكباستي. 0 احنا عملنا resize فغيرنا في الاثنين، السايز والكباستي. فاحنا متوقعين ان 0 ده الاثنين دول يطلعوا 20، ودول يطلعوا 10 و20. نبص كده على اللي طالع في الاوتبوت، 20 20 10 20، يبقى احنا كده فاهمين صح شويه. لو انت عندك array وعايز تinitialize بيه vector، يعني انت كنت شغال في حتة معينة كده بالarray وقلت انا لا انا زهقت من الarray وعايز اشتغل بالvector عشان الvector الfunction بتاعته حلو، او على الاقل جاي لك بتعمل function بيجي لها من بره في array، بس انت عايز تخلي الarray ده عبارة عن vector عشان تعرف تتعامل مع vector وتسهل نفسك ال operations يعني. فالvector ال stl library عاملة support ال constructor. معلش قبل ما نبدأ في دي، احنا هنا في option ان انت تinitialize vector بفيكتور تاني من غير equal بالcopy constructor، اللي هو تبعت الفيكتور ده في ال كبارامتر للconstructor، هيخلي v6 نسخة من v5. نرجع تاني هنا، لو انا عندي array وعايز initialize جزء من vector معين بجزء من الarray، فهبدأ باسم الarray، وبعد كده اقول له انا عايز كام element بداية من المكان ده. فانا بقول له هنا الواحد اتنين تلاتة اربعة لغاية عشرة، عايز 10 elements، فa plus 10. من تحت لتحت ال a ده عبارة عن address او location اللي هو واحد، لان اسم ال array عبارة عن pointer بيشير عن اول مكان. a plus 10 ده مكان ال element الرقم 11، لان a هو واحد، a plus 1 هو اتنين، a plus 2 هو تلاتة، a plus 3 بقى 4، يبقى a plus 9 هو 10، يبقى A plus 10 هو الاليمنت اللي بعد الاري. وبالتالي انا هنا بديله اول مكان وبقول له اخر مكان مش انكلودد معايا، او بقول له اول مكان مش انكلودد معايا، فهو بالتالي بياخد من A لغايه A plus 9. ده كده ال V7 ده هيبقى فيه الاليمنتس دي. ممكن نجرب كده نبص في الواتش، الواتش دي اللي هي بتبقى تحت هنا، اللي هي ممكن اعمل كليك يمين واعمل اد تو واتش، اد واتش قصدي، بيبقى حاطط هنا فاريبلز اقدر اراقبها طول البرنامج. ممكن نديت الواتش دي نفتح كده، تلاقي ايه عنده حاجه اسمها سايز ب 10، كاباستي ب 10، والاليمنتس من 0 اهي، من 0 لغايه 9 فيهم ارقام من 1 ل 10. فيكتور اوف انت ايه، انا كده عرفت فيكتور جديد اسمه ايه، عملت بوش باك 10 وبوش باك 20 وبوش باك 30. ده شكل الفيكتور لما بعمل بوش باك. اول مره بيبقى السايز بتاعه 1 بيبقى فيه 10 في الاول، بعد كده السايز بتاعه 2 بقى فيه 10، بعد كده 20 لان 20 اتعمل لها بوش باك، بعد كده 10 20 30. الفيكتور ممكن تعامله زي الاري بالظبط، تقول له a of 1 equal 15 زي الفل، هيتعامل عادي. a of 1 equal 15، فهو هيجي ده a of 0 ده a of 1 ده a of 2، فيخلي 20 دي 15. فدلوقتي السايز بتاعه 3 لسه، بس تقدر تشوف التغيير بتاعه في ال 15 دي. لو جينا نطبع ال elements unsigned integer i، في السايز ده ممكن يرجع لك انت عندك كام element جوه الفيكتور اصلا، فانت بتلف تدريت عليهم وتطبع كل واحد لوحده، فتلاقي الطبع في الاخر 10 15 30 زي ما احنا كنا متوقعين بالظبط.
دي كده مقدمة سريعة عن الـ عن الفيكتورز، وازاي بنعمل فيكتورز، وازاي بنستخدم الكونستراكتور، وازاي بنعمل 2D فيكتور والبوش باك وكده. اهم معلومة بس نطلع منها في الفيديو ان البوش باك بطيء شوية، وهنرجع لها النقطة دي تاني بعد شوية. الفيديو اللي جاي هنتكلم عن ليست اللي هي اللينكد ليست يعني، وبعد كده هنتكلم عن الفرق بين الفيكتور واللينكد ليست في فيديو تالت. السلام عليكم.